تحدثت عن تسوية أو تسوية إشكالية الوزارات، هل تم تشكيلها أو إنهاء هذه الإشكالية على أساس المحاصصة كما كان سابقا، أم على حساب خدماتي أو تكنوقراط كما تحدث البعض؟ أستاذ محمد، يعني تحالف إدارة الدولة بالنهاية هو تحالف أعلن عن منهج الحكومة بأنها حكومة توافقية، فبالتالي نحن أمام محاصصة معلنة، هو بالتالي لا تختلف يعني شكل أسس التحالفات أو حتى أسس هذه الحكومة عن طبيعة الحكومات السابقة جميعها، على اعتبار أنه لم يحقق مسار الأغلبية الوطنية نجاحا في تشكيل الحكومة، ولهذا أنا أتصور أنه لا فارق في هذه الحكومة، لكن الأمر يعتمد ما بعد منح الثقة على رئيس الوزراء بالتحديد. هذا الموضوع يعني كيف يمكن له أن يضع برنامجا حكوميا يستطيع من خلاله تطبيق برنامجه؟ هذا التحاصص الذي نتحدث عنه قد لا يؤدي من وجهة نظري إلى كابينة منسجمة، سيما إذا ما كان الوزراء منفذين لرغبات أو توجيهات الزعامات السياسية على حساب البرنامج الحكومي. هذا الأمر يتوقف على رئيس الوزراء القادم. يعني التحدي الأكبر أمام السيد السوداني يتمثل بتنفيذ برنامجه الحكومي إذن دكتور إحسان، ولكن يعني الظروف الحالية والخلافات التي تم الحديث عنها في الآونة الأخيرة داخل المكونات السياسية تفتح باب التساؤل واسعا عن مدى احتمالية تقديم السيد السوداني اعتذاره جراء الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها وإلزامه بشخصيات معينة لتولي وزارات بعينها. هل لا يزال الحديث مبكرا عن اعتذاره يعني في هذه الفترة؟ أستاذ حلا، يعني في قضية الكفاءات هذا شعار، يعني حتى أستكمل الحديث على السؤال السابق، فبالتالي لا كفاءات، يعني بالنهاية هم تابعين لأحزاب. فيما طرحته يعني هامش أن يكون هناك هامش لتقديم اعتذار، لا أتصور ذلك، يعني شخصية السيد السوداني قد لا تندفع باتجاه تقديم الاعتذار، هذا أولا. الأمر الآخر، هو يدرك جيدا حاجة الإطار الذي خرج منه كمرشح للكتلة الأكبر إلى وجود حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات لاستكمال الإطار، ما نسميه انتصارا على التيار الصدري أو استكمال الانتصار السياسي على التيار الصدري، ولذلك قد يلوح بقضية الاعتذار ليس من ناحية القناعة بقدر ما هو ضغط على القوى السياسية التي هي بحاجة إلى استكمال أيضا الاستحقاقات الدستورية. لذلك الإطار بحاجة إلى محمد الشياع السوداني لكي ينهي هذه الأزمة السياسية. أما قضية الاعتذار أعتقد أنها ليست في حسابات المكلف أو حتى في حسابات الإطار، لكن بالنهاية المصالح هي من ستحدد على أقل تقدير طبيعة الدعم.